مكرونه بكورات الدجاج، عندي مكرونه اسباجيتي دجاج مفروم، بهارات بصل وثوم طماطم زعتر ملح وفلفل وزيت، ملح وفلفل وزيت. طيب ادي الزيت اهو، لا اسباجيتي لان احنا عاملاها قبل كده شرايح، وانا اتخانقت مع الرجاله اللي عندي قلت لهم مفيش داعي للحركانه بتاعتكم دي ونضحك على الناس، انا بس عايز ايه اعمل ده كده في الدره من غير ما حد يشوفني اهو، ونجيب دول كمان اهو. طيب عندي هنا بصل وثوم هضربهم او هطحنهم واخد نصين، هنعملهم نصين، نقلب بس كده هنا، اشيل لك برضو دي من هنا لو عايز، بس احنا هنشتغل دلوقتي في الكبه وبعدين نبقى ننقلها. طيب كده هنا، ايوه انت خليك جنبي كده للصبح كده. كده اخد نص البصل ده بره عشان اعمل الصلصه بتاعتي، بعد كده ادي شويه زعتر نخلي دول كده، شويه توابل، توابل بتاعه الشربيني، دي مهمة جدا. ادي الفراخ بتاعتي، يعني انا ابدي ان انا اديها شوية بقسماط اهم عشان تبقى حرشة ما تبقاش ايه لسه الملح وفلفل. حاضر المخبر قصدي المخرج مراقبني بيقول لي نسيت الملح، بس برغم ان ما نسيتوش ولا حاجه كده. ابدا اطحنها اهو، شيل بقى شويه بهارات دول خليهم هنا، نطلع دول كده، اهو يا مهلبيه. طب هو كانوا بغني المهلبيه ليه؟ ما رزو ما غنوش الرز بلبن، ها برضو مين؟ اه ما كنتش، اه كنت لسه صغير. ماشي حاضر، ممكن بتتريق عليا، شكرا. طريقة انت عملتها زي اللي يلا بينا. نقلي المكرونة بتاعتي تطلع بيها على جنب بقى كده، خلاص حلو قوي اهو، شفتوا؟ كده بقت زي الفل. عايزني اجيبها لك شمال ولا يمين ولا فين؟ كده كويس؟ عشانك انت بس، واحد غيرك والله كده 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 يعني. طيب ادي حط حبة زيت ونبدأ نقلي كويرات الكفتة.
حطها بس الاول كده ايه لغايه الزيت ما يسخن. بعملها زي ما انا عايز، صغيره اكبرها زي ما انا عايز، دي للاطفال حلوه جدا. أقلي؟ حاضر. كده شوية ملح وانزل. ده البصل والثوم بتاعي اللي انا كنت عينه على جنب في نفس الطاسه. عايز الطماطم بتاعتي اكسرها كده اهو، تبقى كونكسي، مش هضربها في الخلاط. بقشر الطماطم بتاعتي، ما بحبش الطماطم يكون فيها قش. طلعت المكرونه بتاعته نص سوا في الميه، تكمل سواها اهو. نشيل بقى كل ده كده هنا على جنب عشان اهو. نشيل بقى ده كله من هنا، نلم المكان. لازم تصفر شوية عندي. يلا كده، انا عايز كل حاجة تشتغل ايه بميرد الله، فوق وتحت وتحت وفوق وفوق وتحت. ماشي كده، لو الفرن ده اسرع شويه. اه ده انا مش اسرع، ده مقفول. ماشي. زي الفل. دي الزيت اللي احنا حمرنا فيه كفتة الفراخ. لازم البصلات دي تصفر عشان اعمل منها الصوص بتاعي. يبقى المكرونه بتاعتي اهي،
ادي الصلصه، وادي كمان شويه صلصه النابوليتان. وهنشوف بقى عملنا ايه دلوقتي. ادي كوره الفراخ